الحلقة دي احنا مش هنتكلم في موضوع معين، لكن خلينا نرد شوية على بعض التعليقات اللي انا شايف ان هي كترت قوي عندنا في القناة او على صفحة الفيسبوك، وغالبا الرد بالكتابة مش هينفع. نسمع كده بيقول ايه؟ التاريخ بتاعنا كله كذب وزيف واحداث غير حقيقية، ده غير انه في روايات كتير منافية للمنطق، واي حاجة تنافي المنطق تبقى مش معقولة ومش مقبولة. طيب اسمح لي بقى انا اللي اسألك، انهي منطق اللي انت تقصده؟ منطق بتاعي ولا منطق بتاعك ولا منطق بتاع مين؟ كلمة المنطق دي واسعة جدا وبتختلف من واحد للتاني حسب ثقافته وقناعته وتوجهه الفكري وخبرته في الحياة بشكل عام. يعني هل المنطق بتاع واحد متعلم مثلا زي المنطق بتاع واحد مش متعلم؟ ده حتى درجة الإعلام بتفرق. هل المنطق بتاع واحد تعليم متوسط زي مثلا واحد معاه دكتوراه؟ طيب هل مثلا المنطق بتاع طفل صغير زي المنطق بتاع شاب في مقتبل حياته زي المنطق بتاع واحد زي كده عدى 50؟ اكيد لا. علشان كده المنطق ده ما ينفعش ان احنا نحتكم ليه ابدا، ولكن التاريخ اصلا علم اكاديمي بيدرسوه في الجامعات والمعاهد، وكل رواياته واحداثه جايه من كتابات مؤرخين سواء معاصرين للحدث او من الاجيال اللي بعد كده واللي جمعوا الروايات دي بتحقيق وتدقيق. فلو اختلف بعض الباحثين التاريخيين في العصر الحديث بخصوص بعض الروايات والاحداث، الفيصل ما بينهم هي الروايات او الاحداث اللي كتبها المعاصرين للحدث، ونحاول ان احنا نفهمها باسلوب عصرها مش بمعطيات واسلوب العصر الحديث، لان دي برضو بتفرق جدا. هديك مثال، اخواننا القوميين اللي بيحبوا ينسبوا الحضارات والانجازات العلميه او الادبيه لبلد معين، اللي بيقولك ابن خلدون ده تونسي او ابن كثير ده كان سوري او سيبويه والامام النسائي كانوا فرس، وبالتالي كل اللي عملوه ينتسب لبلادهم اصلا. زمان ما كانش حد بيفكر كده، ولا واحد من العلماء اللي قلنا اسميهم دول او غيرهم، غالبا اتولد في بلد وتعلم في بلد وعاش في بلد ومات واندفن في بلد تانية خالص. النزعة القومية اللي بتقلب بخناقة في التعليقات دي ما كانتش موجودة ايامها، ولا حد من البلد اللي هو اتعلم فيها قال له لم بعضك وارجع على بلدك انت مش من هنا، ولا لما مات راحوا قالوا ادفنوه في بلده اصل ده مش من هنا. الموضوع مش كده خالص، ولازم كلنا نفهم كده ونستوعبه كويس قوي. اغلب المؤرخين اللي بتنقلوا عنهم دول منافقين ومتحيزين ورواياتهم غلط، وكلهم كانوا بينقلوا من بعض. هنا بقى خلونا نتكلم عن نقطة مهمة قوي، امتى ارفض رواية لمؤرخ معين او ارفض كتابات المؤرخ ده ككل؟ الامر ده بيخضع لكون المؤرخ ده هل مثلا كان شاهد عيان ولا بينقل عن اخرين؟ طب هل شهادته دي بتتعارض مع حد تاني؟ ولو كان مين منهم كان الاقرب للحدث زمنيا ومكانيا؟ طب هل في مثلا مؤرخ ثالث اتكلم عن نفس الحدث ولا لا؟ حتى لو من بلد تانية او من زمن تاني. طيب اللي بيتكلم ده بيتفق مع رواية مين؟ على هذا الاساس ببدأ في نقد الرواية التاريخية، قبولها او رفضها، مش ارفضها كده لمجرد الرفض. طب وبالنسبة للمؤرخ، واقع الامر انه مفيش مؤرخ نقدر نرفض كتاباته ككل، لانه وان اخطأ في نقل بعض الروايات فاكيد نقل احداث تانية بشكل سليم ودقيق. مش هتلاقي واحد كل رواياته صح او كل رواياته غلط، فناخد منه الصح والغلط نبقى عارفين. طب انا مش عايز اصدمك واقولك ان اغلب السلاطين والخلفاء اللي بتكلم عنهم دول شخصيات وهمية وملهمش وجود اساسا، ولا يوجد لهم اثار لا في مصر ولا برا مصر. كل المباني القديمة اللي في القاهرة دي لو دورت هتلاقي البناء ناس تانية مش سلاطين خالص، ولا امراء ولا حكام من الاساس. الحقيقة ده قول غريب وشاذ في نفس الوقت، يعني ايه شخصيات وهمية؟ مش فاهم. طيب والكتب والمؤرخين اللي في اغلب العصور دي كانت بتتكلم عن مين؟ وبعدين ازاي لا يوجد لهم اثار في مصر، وكل اثر سواء مسجد او تكية او خنقاء او قلعة حتى لو كان منبر في جامع هتلاقي عليه نص تأسيسي محفور، انشئ هذا المسجد في عهد السلطان فلان الفلاني ناصر الدنيا والدين عز نصره وايد الله ملكه الخ الخ. مش بنقرا كده على المساجد والمباني؟ بقول لك ده حتى لو كان منبر في جامع هتلاقي لازم عليه نص تأسيسي عشان اللي عمله وكلفه من ماله الخاص يسجله باسمه ويعرف الناس بانجازاته. كمان نسبة المنشآت دي لاصحابها مش بالنصوص التأسيسية وبس، لا كمان برواية المؤرخين اللي كتبوا عن السلاطين او الحكام وانجازاتهم، والكلام ده برضه محفوظ في كتب الخطط، واللي حصلت كل المباني الموجودة في كل مدن وقرى مصر وصنفتها ونسبتها لاصحابها، زي خطط المقريزي مثلا وعلي مبارك باشا من بعده، واللي جت منها في وقت لاحق سجلات لجنه حفظ الاثار العربيه مطلع القرن العشرين،
واللي كتبت يافط على كل مبنى أثري وكل شارع أو مكان قديم بتحكي قصته وتنسبه لصاحبه وتحدد سنة الإنشاء. هل بقى مطلوب مني إن أنا أجيب كل الكلام ده على جنب وأقول أحداث وهمية وما بنوش حاجة؟ هل ده يعقل؟ وختاما زي ما قلنا، التاريخ ده علم أكاديمي لا يخضع للأهواء ولا للآراء، يعني له قواعد وأصول لو بتدرسها أو بتعرفها من خلالها بتعرف تقرأ أي رواية تاريخية. وعلى فكرة اللي بيدرس برضه بيدرس الروايات التاريخية الخطأ علشان يبقى عارفها، عشان يبقى معروف الصح فين والغلط فين. كمان مفيش حاجة اسمها المنطق في الرواية التاريخية، لأن دي أحداث حصلت في عصور قديمة جدا كان فيها ظروف وثقافات وقناعات مش موجودة دلوقتي. حاول ان انت تفهمها وتقراها في سياقها وبثقافة زمانها مش الزمن الحالي، وانت هتعرف هي حصلت كده ليه وازاي. وعلى فكرة انت لو قريت كتب المؤرخين بتوع زمان احتمال تلاقي العملية صعبة شوية، هتلاقي لغة تانية خالص ومفردات واساليب غير اللي انت تعرفها او متعود عليها. علشان كده اغلب محبين التاريخ بيحبوا يقروا كتب المؤرخين والباحثين المعاصرين علشان الاسلوب. مفيش مشكلة، اقرأ اي حاجة، اقرأ اللي انت عايزه، بس يكون في مرجعية لأفكارك وكلامك، ما يبقاش أبدا مرجعيتك فلان قال أو من السوشيال ميديا مثلا. اللي احنا بنعمله هنا في القناة أو غيرنا، احنا بس بنفتح معاك أحداث ومواضيع وانت تكمل. هتلاقي ورا كل حلقة من بتوعنا في شاشة النهاية أو لو نزلت تحت في صندوق الوصف المراجع اللي جبنا منها كلامنا وبالتفصيل، ولو في مرجع PDF بنديهولك لينك علشان تروح هناك على طول. يعني القناة مش مرجع وما ينفعش ابدا انها تكون مرجع، ولكن هتساعدك ان انت تلاقي المرجع الصح. لو انت كملت وقريت وعرفت حاجة احنا كده تمام قوي، احنا كده نجحنا. لكن تسمع من حد تاني وتاخد في بالك على طول؟ لا. مشاهدينا ياريت تساعدونا في نشر الحلقة دي بالذات على قد ما تقدر، حطها عندك على اي موقع سوشيال ميديا تكون انت اكتف عليه وليك اصدقاء وناس بتتكلم معاهم، حطها في اي ستوري عندك او بعتها لاصدقائك على واتساب. انت كده ساعدتنا ان كلمتنا توصل لناس تانية. خالص الشكر، ونكمل بقى موضوعاتنا في حلقاتنا اللي جاية ان شاء الله. تابعونا.